ممكن يكون النظر لوقت طويل ومفرط للشاشة تأثير مضر على صحتنا الجسدية والعقلية، ويمكن أنه يؤدي هذا الشيء لمشاكل صحية جسدية مثل آلام الكتف ومشاكل الرؤية واضطرابات النوم ومشاكل صحية عقلية مثل القلق والاكتئاب وقضايا الانتباه. وممكن يكون للنظر لهالشاشة آثار صحية اجتماعية مثل انخفاض التفاعل الاجتماعي وزيادة الشعور بالعزلة وزيادة العدوانية. لهيك ممكن نتبع هالنصائح لنخفف الضرر عن أنفسنا. أول هالنصائح ضبط الشاشة. يمكن للمستخدمين تقليل إجهاد العين وتقليل مخاطر الإصابة بألم مزمن بالرقبة والظهر، ويمكن يساعد هذا الشيء بتقليل مقدار الوقت يلي عم نقضيه أمام الكمبيوتر. وتاني نصائح أنه يكون الرمش عادة مهمة لازم نحافظ عليها لما بيتعلق الموضوع بتقليل وقت الشاشة. وممكن أنه يبين هذا الأمر بسيط، ولكن الرمش جزء مهم للحفاظ على صحة عيوننا وتقليل الوقت اللي عم نقضيه أمام الشاشة. بالإضافة إلى أنه لازم ناخد فترات راحة متكررة، فحسب دراسات أنه 20 ثانية هي وقت مثالي تستغرق العين للاسترخاء. وأخذ فترات راحة متكررة أمام الشاشة بيساعد عيوننا على الراحة طوال اليوم. كمان تقليل الوهج الصادر من الشاشة. يعد تقليل الوهج خطوة مهمة لتقليل وقت الشاشة، لأنه يمكن يسهل على الأشخاص مشاهدة شاشاتهم بدون إجهاد الأعين أو الشعور بعدم الارتياح، وممكن هذا الوهج يسبب إجهاد العين والصداع والتعب. بالإضافة إلى ارتداء النظارات، ونتأكد من أنه الغرفة مضاءة جيدا كرمال ما تنرهق عيوننا عند النظر للشاشة، ويمكن مضاعفة جميع الآثار السلبية لزيادة وقت الشاشة من خلال حقيقة أنه العديد من منصات الوسائط الاجتماعية وألعاب الفيديو والأنشطة الرقمية بتشجع على السلوك الغير الصحي. وأخيرا تم ربط الوقت يلي منقضيه أمام الشاشة بزيادة خطر الإصابة بالسمنة نظرا لارتباطه بقلة النشاط البدني. لهيك من المهم تحديد وقت للشاشة والبحث عن أنشطة لاستبدالها.